arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah. Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah. مشاهدينا متابعينا، يعني اليوم الافتتاح الكبير لبالونز اند مور الفرع الثاني في شارع باريس مجمع ابو حسيب، ونلتقي مع رئيس الغرفة التجارية ابراهيم ابو حسيب. يعني اليوم افتتاح نوعي في هذا المجمع المميز في مدينة الكرم. طبعا في البداية باسمي وباسم أعضاء الغرفة التجارية وعموم تجار محافظة الكرم نتقدم بالتهاني والتبريكات لأبناء المرحوم الحبيب الأخ العزيز رحمة الله عليه نور أبو زنط. طبعا افتتاح هذا محل جميل جدا، يعني عمالهم بوضعوا كمان بصمة جميلة في منطقة في طولكرم اللي يزيدوا من التميز والإبداع في نوعية افتتاح المحلات الجميلة واللي تساهم في التسوق بشكل عام وجلب الأشياء الغريبة والجميلة على هذه المحافظة بشكل خاص. نتمنى لهم كل التوفيق والمحبة إن شاء الله. إبراهيم، يعني الشيء نوعي يقدم لمحافظة طولكرم في تغيير في هذه اللوحة والرسمة في محافظة طولكرم، في نقلة نوعية للشيء المميز والإبداعات في مثل هذه المحلات. يعني بالتأكيد تعدد الأصناف والمحلات في المحافظة هذا بيساعد وبيساهم في التسوق أكثر وأكثر. يعني ما بيكون كله مثلا ملابس، ما بيكون كله كذا من صنف معين، لا بيكون هناك في تشكيلي في المحافظة بشكل عام. كل ما دخلنا أشياء جديدة على هذه المحافظة من شغلات مميزة وغريبة النوع وفي إقبال عليها وفي طلب عليها، هذا الحكي بيزيد من التسوق وبيشغل الناس أكثر وأكثر. وأنتم دوركم كغرفة تجارية داعمة لمثل هذه المشاريع؟ طبعا إحنا داعمين لكل أنواع المشاريع، كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو سياحية بشكل عام، وهذا بصلب السياحة بشكل خاص. وأيضا نلتقي مع صاحب محل بالونز أند مور مراد أبو زنط. يعني اليوم افتتاح بالونز أند مور النمرة الثانية أو النقلة الثانية في نوعية هذا التميز في شارع باريس، يعني رؤيتكم لمثل هذا المحل وأيضا الافتتاح. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله يكون سنة خير علينا إن شاء الله وعلى الجميع، كمان مناسبة عيد الأضحى كمان إن شاء الله يكون الخير لكل الناس إن شاء الله، وإن شاء الله يتملى إعجاب الناس إن شاء الله. نعم مراد، يعني أنتم متميزون في هذه البضائع خاصة في عالم الشوكولاتة، وأيضا مع قرب أيضا انطلاقة حجاج بيت الله الحرام وللأفراح والمناسبات السعيدة، يعني بتقدموا شيء نوع جديد. يعني هل لديكم عروض أيضا في هذا المجال؟ بالضبط، في عنا شغلات كتير مميزة خصيصا تحدث لعيد الأضحى وللحجاج كمان، أشياء مميزة وغريبة وحصرية لمدينة طولكرم. طب شو توجه رسالة لزبائنك؟ إن شاء الله يعجبهم المحل وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم. بنكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا الافتتاح الكبير لبالونز أند مور الفرع الثاني شارع باريس، ونلتقي مع ماهر أبو زنط. يعني ماهر، نقلة نوعية ولمسة جديدة في عالم الشوكولاتة للمناسبات والأفراح، وأيضا مقبلين على حجاج بيت الله الحرام وأيضا المناسبات السعيدة. يعني هذا الافتتاح الجديد في مجمع أبو حسيب إضافة نوعية للمحل رقم واحد أيضا. أول شيء بقول أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بكل من شاركنا فرحتنا هاي، فرحة تانية لمحل بالونز أند مور رقم اثنين. من كل زبائننا إن شاء الله المحل بنال إعجابكم وبتشرفونا دائما، وبقرب عيد الأضحى المبارك في بضاعة جديدة متميزة عن السوق كلياتها، بضاعة فريدة وبأسعار قليلة، وإن شاء الله تنال إعجابكم وأهلا وسهلا بالجميع. يعني وجود لمسات زي بالونز أند مور فرع تاني، هل هو يدخل في عالم المنافسة المميزة أيضا في ظل الوضع الاقتصادي في التخفيف على المواطن أيضا من خلال أسعار مميزة أيضا؟ صحيح، زي ما حكيت أنه جبنا لكم بضاعة مميزة بأسعار قليلة تناسب جميع طبقات الأفراد الأسرة. وماذا توجه رسالة لزبائن بالونز أند مور؟ من كلهم تفضلوا وأهلا وسهلا في محلنا الثاني مجمع أبو حسيب، وأهلا وسهلا فيكم. نلتقي مع أحد أيضا في الافتتاح الكبير مع شهد. يعني شهد، اليوم أنت وجودك في بالونز أند مور في الافتتاح، رؤيتك لهذا المحل بشكل عام وإشي نوعي مميز، هل يرضي يعني يرضي أذواق الناس؟ كتير حلو مرتب، وإحنا بدنا نفس الإشي هيك بتلكرم وأشياء مرتبة، ما في هيك بتلقى بنا بتلكرم، يعني إشي نوعي غريب
كثير مرتب ان شاء الله رح ينجح. طب شو بتحكي لهم لابو زنط بالونز اند مور، شو بتحكي لهم في هذا اليوم؟ الف مبروك وان شاء الله تلقوا على وجه الخير وان شاء الله يكون اشي مرتب وتنجحوا. بنكمل معكم من الافتتاح المميز والخاص في شارع باريس، الفرقه الثانيه بالونز اند مور، ونلتقي مع ابو مصعب. ابو مصعب يعني وضع جديد، إضافة نوعية جديدة، رسالة جديدة، محل جديد ومميز، وليس أي محل يعني، إضافة نوعية لمحافظة طول كرم في دعم الاقتصاد وأيضا تقديم ما هو أفضل في طول كرم. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله فتحة خير، نتمنى لهم التوفيق والسعادة، وهي الأشياء مميزة قليل فيها من مدينة طول كرم، ولازم كل إنسان إنه يشجع هذه الأشياء الحلوة مميزة بكل شيء، بكل صفاتها، بكل عرضها، بكل شيء ترتيبها. نتمنى لهم التوفيق والسعادة كلها، ونشجع كل إنسان له نية اقتصادية قوية إنه يبادر بفتح أي محل كان، حتى لو كان محل صغير، بمشيئة الله سبحانه وتعالى ربنا بنطيء وبكبر شوي شوي. نتمنى لهم التوفيق كمان مرة. Yeah.
متابعينا اليوم الافتتاح الكبير لبالونز اند مور، الفرع الثاني بشارع باريس مجمع ابراهيم ابو حسيم. لمسه جديده في عالم الشوكولاته والمناسبات السعيده، كل ما هو جديد دائما لكم من بالونز اند مور. الفرع الاول دوار شبيكه، الفرع الثاني الافتتاح الكبير شارع باريس مجمع طبعا ابراهيم ابو حسيم. لا تنسوا عروض كبيره بمناسبه الافتتاح، اعتمد دائما لمناسباتكم السعيده دائما في هذه الاجواء المميزه. بالونز اند مور 1 and 2. كان معكم وراء الكاميرا علاء جراد، ومني انا منتصر العناني. مبارك بالونز اند مور.